أهلا وسهلا بكم تلاميذي الأعزاء من جديد في مكون الاستماع والتحدث. حكايتنا عنوانها منبع وشجرة. هذه الحكاية هي من الوحدة الخامسة، وهي تندرج ضمن مجال الماء والحياة. سنلتقي اليوم مع الحصة الثانية. ما سنستهل به حصتنا هو إعادة تسميع الحكاية، لذلك أرجو منكم تلاميذي الأعزاء حسن الإصغاء كي تتمكنوا من إنجاز جميع المراحل اللاحقة. حكاية منبع وشجرة. عاشت شجرة بجانب منبع، فأصبحا صديقين، يستفيد كل منهما من خيرات الآخر. فالمنبع يستظل بظل الشجرة وهي ترتوي من ماء المنبع. في كل صباح تطرب الشجرة جارها المنبع برقصات أغصانها، وهو يمتعها بألحان خرير مياهه. في صباح أحد الأيام دهش المنبع وقال لصديقته: ما بك يا جارتي؟ لما لا ترقص أغصانك كعادتها؟ ولما توقفت عن امتصاص مائي؟ أجابت الشجرة: أحس بالملل، فأنا أجلس وحدي طول الوقت، كل شيء حولي يتحرك، أما أنا فجذوري ثابتة في الأرض لا أتحرك. استمع المنبع لصديقته بانتباه ثم قال: سأحاول أن أساعدك، فلا تحزني. سأواصل سيري الآن لأوصل مياهي إلى النهر، فالكثير من العطش في انتظار وصولي. وداعا. بعد أيام التقى المنبع في الطريق بسرب من الطيور، فأخبروه بأنهم زاروا جارته الشجرة، فبدا لهم وجهها شاحبا وحزينا، ورفضت أن تتحدث إليهم، فأخبرهم بحكايتها وقال لهم: لعلها ما تزال تحرم نفسها من مياهي، فأرجو منكم زيارتها ومؤانستها ريثما أعود. رفرفت العصافير نحو الشجرة وحطت على أغصانها، فخاطبها البلبل قائلا: إن جارك المنبع قد أخبرنا بسبب حزنك، وقد حضرنا لنؤنسك ونربط علاقة صداقة معك. قالت الشجرة: وكيف أكون صديقة لكم أيتها العصافير؟ ورد الحسون: هل تسمحين لنا بالإقامة عندك لنستمتع بدفئك وحنانك، ونبني أعشاشنا بين أغصانك، ونحمي صغارنا بحضنك الكبير، وكلما ترنا نرجع إليك لنؤنسك، ونروي لك كل ما نشاهده ونسمعه، ولنغني لك ألحانا عذبة؟ أضاف البلبل: أصبحت الآن عارية وفقدت حلتك الخضراء، هيا امتصي ماء المنبع لتغرق أغصانك وتتكاتف فروعك وتعود لك نضارتك حتى تكون أعشاشنا محمية بين أغصانك. فرحت الشجرة وقالت: وأنا سأحميكم من الرياح القوية وأشعة الشمس الحارقة. فرح المنبع وغردت الطيور، وواصل المنبع خريره وطريقه لتوزيع المياه. بعد أن استمعتم تلاميذي الأعزاء إلى الحكاية، سنقوم باستخراج عناصرها
وذلك كما تعودنا في القسم. أول ما سنستخرجه هو الأشخاص، بعدها سنبحث عن المكان، وكذلك الزمان، ثم بعدها سنرتب أحداث الحكاية. فكروا جيدا ودونوا هذه الأشياء في ورقة. بالنسبة للأشخاص، فالحوار في الحكاية يدور بين المنبع والشجرة وكذلك العصافير. أما الزمان فهو موجود عندكم في الحكاية، وهو في صباح أحد الأيام. أما المكان فالحكاية كلها تدور بجانب المنبع. إذا استمعتم تلاميذي إلى الحكاية جيدا، يمكنكم تلخيص أحداثها على الشكل التالي: أولا، كانت صداقة بين المنبع والشجرة. بعدها تفاجأ المنبع بحزن الشجرة ورفضها لمياه المنبع، مما أدى إلى استماع المنبع لشكوى الشجرة ووعدها بالمساعدة. بعد استماع المنبع لشكوى الشجرة استمر في جريانه، مما أدى إلى التقائه بالعصافير ومحاولة البحث عن حل لمشكلة الشجرة. جاءت العصافير وحاولت إقناع الشجرة بالبقاء على أغصانها لإعادة الحياة إليها. موافقة الشجرة على طلب العصافير وشروطها لتوفير الدفء والحماية لها. وأخيرا، عودة الحياة والفرح إلى الشجرة الحزينة. هكذا نكون قد أنهينا الحصة الثانية من مكون الاستماع والتحدث، وإلى اللقاء مع الحصة الثالثة إن شاء الله.